أصدرت جهة معينة أن يصدرون فتوى، هذه الفتوى تبيح هدر دمي أي قتلي، لأن والله مرتدة وخرجت عن الدين الإسلامي، وأن لازم كحكم يعني تقتل، تستتاب 3 أيام ثم تقتل. أنا مريم العتيبي من الكويت، ما أحب كلمة عابرة ولكن عائدة للمسيح من سنة 2015. حابة أشارككم قصتي، قصتي تمثل قصة كثير من الناس اللي عاشوا تخبط وبحث عن الرب. في ناس وصلوا للرب يسوع المسيح، وفي ناس ما زالوا في هذا التخبط، يعني ما بين التيارين. أولاً أنا نشأتي كانت نشأة في أسرة محافظة، أسرة إلى حد ما نقدر نقول متشددة دينياً سنية، وبالأخص تتبع المذهب اللي هو السعودي. فمن بلشت من عمر 10 سنين أروح المساجد كحلقات حفظ، كأنشطة داخل المساجد، جمعيات الخيرية والنفع العام وهذه الأمور، إلين ما تخرجت من الثانوية وصار في خيار إنه كنت أبي أدرس علم نفس، ولكن الأهل أعطوني خيار يا كلية الشريعة أو كلية التربية، فاخترت الشريعة بناء على النشأة اللي أنا نشأتها وأنا صغيرة، اللي هي النشأة الدينية المتشددة. فأول سنة في كلية الشريعة كانت هي الصادمة بالنسبة لي، لأن اكتشفت إن في تيارات وفي أحزاب وفي الشيخ فلان والشيخ علان وفي منازعات فيما بينهم، فأنا ملت إلى الطائفة أو الفئة اللي أساساً كانت بداية نشأتي. طبعاً دراستي أصول دين للي أيامنا في 2002-2001، أصول دين يعني تفسير وحديث وعقيدة، فهي صلب الدين نفسه، يعني هي أساس وصلب الدين نفسه. ببلشت بدراسة الدين نفسه وتعمقت فيها، وكنت أنافس الدكاترة، كان في بعض الدكاترة يقولون النساء ما يدخلون في علوم، مثلاً خلنا نقول علوم الرجال أو علم الرجال. فتعمقت في هذا الدين جداً، وأيضاً تعمقت في تياراتهم الدينية، يعني كنت أنتقل من واحد لواحد من واحد لواحد وأتعمق وأسمع وأشوف الخلافات اللي كانت تصير بينهم، وتكفير بعضهم بعض وتفسيق بعضهم بعض، مع أن الظاهر الكفر الخارجي لهم كلهم دينهم واحد، بس لما تتعمق تجد التفرقة اللي فيهم توصل لحد القتل. توظفت في وزارة تابعة لهذه الكلية أو تشمل هذه الكلية كدراسة، اللي هي وزارة الأوقاف، وتدرجت في سلم الوظيفي بالنسبة لوزارة الأوقاف، ما بين مدرسة وما بين إدارية وما بين الإعلام أيضا دخلت فيه. فتقريبا شملت أماكن حساسة في هذه الوزارة وعرفت أشياء كثيرة في هذه الفترة. انحنت إلى منحنى التشدد اللي هي بداية ظهور القاعدة وطالبان، وبعدين في توالي الأيام اللي هما دواعش وغيرهم. في هذه الفترة اللي ظهرت فيها القاعدة ونشأة القاعدة وأفغانستان وهذه الأمور، أنا كنت المتصدر المتحدثة كمستوى النساء اللي خلنا نقول نمبر ون. فكانت كلمتي لما أتكلم بكلمة معينة تسمع عند المشايخ، لما أبي أسوي مؤتمر أو ندوة whatever كانت تنفذ، لأن والله فلانة الفلاني هي اللي مدير المكان أو ماسك المكان. إلى أن حدث حادثة، هذه الحادثة اللي حدثت هي اللي غيرت كل هذا الأمر تماما. يعني أنا كنت في قمة التشدد، أرى الكفر والتكفير والفسق وكذا وكذا، إلى مرحلة التخبط اللي ما أعرف أنا وين، اللي هو الحج، أني أنا سافرت للحج في سنة 2012. لما رحنا للحج في نظرنا أو نظر الجميع بشكل عام، كون هذا الدين متوارث، يعني أنت مولود لم تختاره، يعني ففي نظرنا إحنا عندنا معتقدات متوارثين معينة لهذا المكان وقدسيته والروحانية وكذا وكذا، ففي أشياء أنت متخيلها قبل الله توصل المكان. في الطواف تنظر للناس اللي تطوف حوالين الكعبة وتساءل، فتبادر في ذهني سؤال، يعني ليش أطوف حوالين كعبة؟ ليش أطوف حوالين مبنى؟ يعني شنو الغرض؟ إضافة إلى رمي الشيطان بالحجر، يعني هذا بحد ذاته يخليك تفكر، يعني والوقوف في عرفة وفي الحر وكذا في جبل،
شنو محتاج الإله من عطشي وصيامي ووقفتي في هذا المكان؟ شنو محتاج؟ ليش؟ فوأنا في قلب الحدث أعلنت الإلحاد، بس يعني كان في تخوف إني راح أقتل إذا قلت لأحد، فأعلنت لنفسي في داخلي. لما رجعنا الكويت بلشت مرحلة الإلحاد بالنسبة لي مبكراً، لكن أجبرت من قبل، كنت أنا أشتغل في جهة وزارية هي أيضاً تتبع هذا الدين، فكان أجبرت على بحث أن أتحدث عن أن الأديان والكتب السماوية الأخرى بوجهة نظرهم محرفة، وأن القرآن هو الخالد، يعني مقارنة أو مقاربة الأديان، مقاربة بالباء. فبلشت بهذا الأمر وأنا في راسخ في بالي أن هذه الكتب محرفة. فأول نقطة وصلت، يعني أول نقطة، أول سؤال، إذا هذه الكتب محرفة وين الكتب الأصلية؟ شلون عرف أن هذا الكتاب محرف؟ طيب القرآن قال أن هذا الكتاب محرف، طيب القرآن لما قال أن هذا محرف وين الأصلي؟ ليه ما عطاني الأصلي؟ فهذا كان بداية التساؤل. بعدين مع الأيام التوراة تقول قصة يثبتها الإنجيل، لكن القرآن مخالف تماماً. شواهد الأحداث لما أقرأ في عن الرومان وتاريخ الرومان تثبت ما قال التوراة وتثبت ما قال الإنجيل، يخالف ما قال القرآن. فصار عندي مثل صدمة إن في خلل في الموضوع. لما دخل سنة 2013 بدأت نفسيتي بالاضطراب، بدأت أتعب لأن أنا من داخلي مؤمنة في إله، بس وين الإله؟ دخلت السنة هذه وأنا فعلاً في اضطراب، فصار في عندي نوع من الغضب ونوع من اللي خلص enough is enough، وبأنهي حياتي بس استسلمت يعني. كانت المحاولة الانتحار الأولى، لكن أنقذني الرب يسوع المسيح. هذا المرحلة الأولى أنقذني فيها، أنا ما استوعبت أنه هو اللي أنقذني إلا الآن بعد ما عرفت الرب يسوع المسيح. أنقذني بأن باللحظات الأخيرة، وأنا كنت بأخذ ميديسن وكنت راح أخذه على أساس أني أبني حياتي وأخذته، لكن سمعت صوت يقول لي مو وقت، مو أوانك، هذا مو أواني. الحين لما أتذكر هذا الصوت أعرف إن ربي يسوع المسيح كان يقول لي مو أوان الوفاة، ليش تستسلمين؟ أنا موجود، بس أنت عيونك كانت مغمضة، أنت مو قاعدة تشوفين. الرب طول الوقت كان معاي، كان يقول لي أنا موجود، بس أنا ما كنت أسمع. كان معاي لما كنت أمر، يعني أروح لدوامي، هذه حادثة صارت لي وهي هي الفيصل في حياتي. في أحد الأيام انهارت أعصابي فصرت أبكي، خلاص بس ما فيني أتحمل، يعني أنا من داخلي مؤمنة أن في إله، بس وين هذا الإله وشنو شكله وليش ما أسمعه وليش ما أشوفه وا. فبديت أنهار وبديت أصارخ وبديت أسأله مباشرة، أقول له وينك أنت وين؟ وهذه كانت غلطتي. طول السنين اللي مضت أو سنة ونص اللي كنت فيها أنا ملحدة، ما كنت أسأل الإله مباشر وينك، كنت أبحث عنه بس ما توجهت له، ما سألته. فأنا انهيار صابني وأبكي وكذا، فلقيت نفسي وقفت عند كنيسة شرق الكبيرة، يمكن يعرفونها الكويت. ثلاث مرات أنا ضيع الدرب وأرد على نفس الكنيسة، ثلاث مرات بنفس اليوم بنفس الصباح. في ثالث مرة نزلت I'm sorry God، إن أنا كنت سيئة مع الرب في هذه الكلمة، قلت له يلا أنت تبيني أنزل هنا، يلا خلنا نشوف آخرتها شنو. يعني ما كنت معصبة، كنت متنرفزة، أبي الرب بس وين. فنزلت دخلت ما أعرف شيء، يعني المبنى ما أعرف فيه شيء ولا أعرف، لكن شفت من أخواننا الهنود كان يمشون وينزلون مثل بدرون اللي هو سرداب، فمشيت وراهم، نزلت وراهم، دخلت غرفة شفت الصليب وشفت القربان. طبعا بعدين عرفت ان هذا قربان، يعني انا بالبداية ما شنو هذا اللي محطوط قدامي، والناس كلها قاعدين ويصلون، فصار فيه هدوء. لأول مرة من تاريخ حياتي ادخل مكان احس بهدوء، طمأنينة، سكينة، لدرجة أني قعدت وقمت وأنا مرتاحة تماماً. في شيء تغير، في شيء تبدل
من إلى. بنفس اليوم بالليل وأنا طالعة من البيت صارت شوية مشكلة مع الوالدة، فطلعت من البيت معصبة وركبت السيارة ومشيت، فأكلم صديقتي فقاعد أقولها أنا بنتحر، أقرب شابة قدامي راح أكسيدنت، خلاص ما أنا بنهي حياتي، تبي تحاول تهديني وأنا متنرفزة خلاص يعني أنا نويت. وهذه كانت الثالث مرة صار الأكسيدنت، نقلوني على المستشفى، ففي المستشفى ظهر لي يسوع المسيح، ظهر لي إلهي ومخلصي وفادي. فتحت عيني شفت إنسان، هو مو إنسان يعني بس الهيئة من أجمل ما يكون، ومستحيل إني أقدر أوصف في الجمال اللي شفته وريحة العطر اللي ملت الغرفة والمكان. فلما التفت لصديقتي لقيتها واقفة تعرق وترجف ومو فاهمة هي بعد شافت الرب يسوع المسيح. كل ما أتذكر هذاك اليوم فقال لي أنا هو. فهذه الآية لما قال لي أنا هو سكن كل شيء في جسدي، كل ذرة في جسدي سكنت. ولادة أخرى تماماً، أنا إنسانة ثانية. سنة 2015 أنا آمنت بالرب يسوع المسيح. وين أروح؟ قال لي الآن لازم تشوفين كنيسة. لما رحت للكنيسة ولأني كويتية والشكل والستايل كويتي ما استقبلوني في البداية، خافوا من الحكومات ومن القوانين من كل شيء. كنت مرة في داخل الدوام ولابسة هذا اللي هو الصليب، وكان في من عادتي أحط الصليب دائماً بهذه الطريقة والجاكيت، والحياة يعني عادي تمر الأمور. في هذا اليوم لا، كنت ناسية لأني كنت رايحة الكنيسة قبل أروح للدوام، فكنت ناسيته بهذه الطريقة وكان موجود. فشافت واحدة من الموظفات وصار في إشكالية إن هي بدأت بالسب، يعني سبت وقذفت وكذا وكذا، فصار في تحقيق داخل الإداري وفصارت المشكلة والأزمة هذه كلها. والآن الرب قرر إن أنا لازم أهاجر. في يوم الخميس اللي هو قبل هجرتي بثلاث أيام، في يوم الخميس الصبح ما أعرف شنو راح أسوي، شنو مع المشكلة الدوام، أستقيل وما أستقيل، فكنت قاعدة أفكر في كذا شغلة. فوصلني اتصال إن الوزارة تتجه لإصدار فتوى بهدر دم أو شيء كذي، وإن في مشايخ قاعدين يسعون بهذا الموضوع لأن اكتشفوا أن أنا مسيحية، ولأن مثل ما قلت لكم أنا كنت يعني تدرجت في جميع هيئاتهم وجهاتهم وأمورهم مؤسساتهم الخيرية، فأنا دخلت في دهاليزهم كلها، أعرف خلف الكواليس أكثر من اللي الناس تعرفه، فوصلت إلى العمق. فعشان وصلت للعمق لازم يتم القضاء عليه عشان ما أتكلم، هما في ظنهم كذي. فلأني عرفت هذا اللي مفترض أن لا أعرفه ومفروض ما أعرفه، أصدرت جهة معينة في دوامي حاولوا، ومنهم مشايخ معينين وبالأسماء موجودين، أن يصدرون فتوى. هذه الفتوى تبيح هدر دمي أي قتلي، لأن والله مرتدة وخرجت عن الدين الإسلامي، وأن لازم كحكم يعني تقتل، تستتاب 3 أيام ثم تقتل. فسكرت التليفون من عنده، قلت يا رب يا يسوع أنا شنو أسوي، ما خلاص يعني أنا شنو أسوي. هي طلعت في وجهي فجأة هذه الصورة اللي هي إذا الرب قال لأي شيء، إذا قال لك الرب شيء فقل نعم، يعني if God say anything say yes or do it. هذا اللي صار، قلت آمين يا رب. لكم أن تتصوروا، بعت السيارة، أخذت فلوسها، حجزت التذاكر، الفيزا، لكن الرب يسوع المسيح كان معي في كل خطوة، كان معي. فصارت الأحداث كلها ترتبت كلها ليه صار يوم الأحد الصبح، هو اللي يفترض أن احنا رايحين الدوامات، رايحين المدارس، فهذا كله تدبير الرب. الرب هو اللي حماني، ورحنا للمطار، ومن المطار صارت بعض الأمور والمواقف، فكان الرب دائما يتمجد، كان في شخص عتيبي ومن فخذي يعني من فخذ العائلة نفسها، إنزين هو المفروض يختم على الجوازات، وكنا في حالة رعب لأن هذا إذا شاف الاسم أريد راح يعرفنا. في هذه اللحظة تذكرت الرب راعية فلا يعوزني شيء، وصرت أرددها ويرددها خالد معاي،
وردد هذه الكلمة مع بعض، الرب راعي فلا يعوزني شيء، أنا ليش خايفة؟ فأنقذني الرب بثانية واحدة، صار تبديل الشفت وجاء واحد ثاني بدل عن العتيبي السابق، وتسهلت الأمور، ركبنا الطيارة، طارت الطيارة. أول كلمة قلتها أول ما طارت الطيارة قلت يسوع أنا مسيحية، أنا مسيحية. أول ما طارت الطيارة 4 سنين أكتمها في داخلي وأظهر الإسلام وأنا مو مسلمة، أنا مسيحية. 4 سنين وأنا أخفي في داخلي وأحس خلاص بس بتكلم، أبي أقول، أبي أصرح. وصلت مطار هيثرو وإحنا نازلين، يعني حتى عيالي كانوا يقولون لي ما أنت شفت في صاير لك شيء، أنا أبكي وأقول للعالم أم كريستيان أم كريستيان، أمشي وصيح أقول أنا مسيحية. لأول مرة أحس إني قادرة أقول أنا مسيح. ليش ما أقدر أقولها وأنا في ديرتي بدون ما أخاف؟ ليش؟ لأن في قانون. شنو هالقانون؟ قانون الردة، قانون إذا ما قتلني، القانون نفسه إذا ما طبق وقتلني فهو يرميني على أهلي بجريمة شرف. إذا أنت مؤمن بإيمانك وبدينك المفروض ما تعاديني بحريتي واختياري. الكثير يظن أن المسيحية أو هذا بينقال أوريدي، يعني أور إنقال، يعني أنت صرتي مسيحية عشان الانحلال واللبس وتشربين. أوكي خلوني أعترف لكم بهذا الاعتراف، من قبل المسيحية أنا أشرب أوريدي، الحين أنا الرب يعني أدبني ما عدت، بس قبل، من قبل المسيحية أنا أشرب، من قبل المسيحية هذا لبسي أوكي. وجز كان عندي حياتين، حياة لأهلي لابسة نقاب وعباية وحياة لي أنا خاصة ألبس فيها اللي أنا أبي، وأهل الإعلام وجروب الإعلام يدرون بهذا الشيء، الإيفنتات والإعلام والإذاعة والتصوير هذه الأمور. سو أنت شنو حياتك اللي تشارك الناس فيها وتقولهم هذا إلهي؟ أنا لما أشارك الناس في حياتي أقولهم هذا إلهي، تعالوا شوفوا شو نظفني، تعالوا شوفوا شو نظفني. أول آية قرأتها في الكتاب المقدس الرب محبة، أحبوا أعدائكم. يا ربي شنو أحبوا أعدائكم؟ هذا الدرس تعلمته بعد ما جيت بريطانيا، كان عندي روح الانتقام، بتكلم وبقول وبسوي وبفعل وبفضح. فقال لي رب لا، أحبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم. يا رب شو أنا أباركهم بعد؟ يعني هو لاعني، اللعن يعني أسوأ درجات الكره، فأنت يعني هو لاعني وأنت تبيني أنا أباركه؟ قالك لا، وأحسنوا لمبغضيكم، بعد إحسان. ليش يا رب؟ لأن من لا يحب لا يعرف الله، هذا هو ربي يسوع المسيح، هذا معتقدي، هذا المسيحية. أنا كنت في هلاك فأنقذني وجابني للنجاة، كنت في ظلام وجاني للنور. يمكن أنت ما تصدق الشيء هذا وتظن إنه شون كذا، تحس إني أنا بالغ، بس كل من يؤمن بالرب يسوع المسيح ويعيش علاقة شخصية مع الرب يسوع المسيح يدرك فعلاً إن اللي قاعد أقوله حقيقة. أنت ما راح تصدق أنك مو عايشة، لأن أنت صورة الإله اللي عندك مختلفة تماماً، صورة إله آخر تماماً، صورة إله عابد ومعبود. إحنا ما عندنا عابد ومعبود، إحنا عندنا أب روحي، أب سماوي وأبنائه. الأبوة بالنسبة لنا أو البنوة بالنسبة لنا هي روحية مو جسدية. هل أنت مستعد أنك تسمع صوت الرب؟ هل أنت مستعدة أنك تسمعين صوت الرب؟ هذا السؤال لازم تجاوبونه.